بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى وحين قلبت بلابينا كلمة صابسا لعذيني مواقف مهمة من حياة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، دروس وعبر من أيام أبي بكر وعمر بايدين دغان الأيام مروحان ليدا هذا وقت عادية تقانان إما المهاء مرنوا مصطلح قوني أو دعذوين كواوين الدعاء أي اللوشي ذا أيضا وقت معين اللوشي ذين كأيام العرب في الجاهلية وأيام المسلمين في الإسلام تقال لذا واوين دعا ما المهم مقع عليه الرمها مهم كأحداث قيمها يقايها كله في تاريخ البشرية الأيام والليل هذا معناها سين هذا أجدنا تاريخ يسيرة أبو بكر ما أخرنا إنه سيرة تاريخ سيدنا أبو بكر الصديق وعمر ما أخرنا إنه بعدوين iyo wax taray ummada islaamku u geysteen shariicaduna ay ku tilmaantay mudan goona ay ku muteen baynu dul istaagayna kalimadu saddex waaxood bay ka koobnaan doontaa insha Allahu ta'ala. Waaxda koobaad saxaabi walba tacriif yar iyo qeexid yar oo asaga ku saabsan. Waaxda labaadna dhacdooyinka muhiimka ah ee saameeyay noloshoodii iyo islaamkoodii ummadana wax taray. Waaxda saddexaadna labada saxaabi axadkii wax ka sheega ku xadgudbay xukumkiisa. Saddexdaa waaxood ba hadalku u badan doonaa insha Allahu tacaala. Wixii soo raaca waa marka lugfidsi iyo mayra casho gaar ah bay iska noqonaysa. In laga sheekeeyo dadka saalixiinta taariikhdoodii dhacdooyinkoodii wanaagoodii laga sheekeeyo cinda salafi saalix masala tilmaaman oo ammaanan bay ahayd. Ilaa barhkood ay yidhaahdeen siyaru saalixiina waa jundun min junuudi illaah yuthabitu allahu biha quluuba cibaadihi. In laga sheekeeyo dadka wanaagsan dhaqankoodii si loogu daydo tusaale looga dhigto ruuxa muslimka oo uga hela nashaad iyo iimaan iyo xoojin qalbigiisii xaaladiisii ayay aad u jeclaan jeclaan mubaarak baa saa odhan jiray alxadiidu can asaalixiina jundun min junuudillaah wadaadka abiyuddin albistaami suufiga asaguna hadalkaasoo kale waa leeyahay junayd baa isna laga wariyaa qur-aankuna qadiyada ka asal ahaan buu u tilmaamay wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli ما نثبت به فؤادك معنه حوي ونقص عليك كل النبأ من أنباء الرسل حنبا الله كو شيغينا كغنا شيكينا هذا الخبر كستي دعده كستو ادي ادو قيمه بدون وكميدا دعوين كانبياء وحان كو شيغينا ما نثبت به فؤادك وحن ايمانك هذا كو خوجينا يقينت هذا كو كردينين. اذا أنبيادي رسوشي إن لغا شاكيو دعدوين كودي إلهي أقادة لغاي أما سيرادة وكحصا إيمان بالغا كرصدا يواناك سيدو كالي بعد الأنبياء والرسل لبدأ أحد أمد آدم أفضي بطنيد وأبو بكريو عمر بعد الأنبياء والرسل أحد سيدنا أبو بكر كفضي بطن أمد اللغم أغو وهو يلك مسلمين تا ووزيرك النبي عليه الصلاة والسلام وقربك سمدك وصحابك يقول أنت مني بمنزلة القميص من الجسد شارك أنقبه يا شركيك سيسكيهم بعد إيتهاي أبو بكر الصديق وأحد ككلية النبي الله محمد أصغو أها آدمها ننك أو ديق بدن بشرنا أفض بدن ninka kaliya uu awoodi waayo waa inuu abaalkiisa u gudo sayyidina Abu Bakr Siddiq. Lama sheegin fi taariikh Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam axad abaal u galay uusan abaalkiisa u gudin.
لكن النبي صلى قرنا عليه الصلاة والسلام أبالك أبو بكر نسون جود كريم وحكير أنو ما جود كريم الله ندينيا أحد كاسا ما أنت مركب وحنكة تلبامنا حديث كأبو هريرة وحكيم رضي الله تعالى عنه ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله رواه الترمذي وغيره بسند حسن نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وحكلي ما لأحد عندنا يد أحد آدماء أو أبالي قعنا تارتي أو إحنا تري مجرو إلا وقد كافأناه وأنو أبال قدنا إنت النولين ما خلا أبا بكر وحنا أبو بكر كأهي أحد وحنا تري أو أبال لوقي استي أو أبال قدن أو أبو بكر كأهي مجرو صوبانها عليه الصلاة والسلام فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة قعنا أن قدوا ويني يا أبال أن قوين وهيبوا يقول له هيبوا سبحانه ولا أحي وإلى آخر قد الدونة مال وحي تري مجر قط انتم مال كأبو بكر وحي تري بو سبحانه هدان صاحب خاص يالان ايو والمسلمين تكحك سنة ايو أبو بكر بن النبي وكحك سن لا أبود هسا يشي إلهي خلدي سان خوك أفتومي أبو بكر نوا صاحب كيب النبي ما لكم هذا كان النبي يريد أبو بكر وأوي فبكى أبو بكر وقال هل أنا وما لي إلا لك يا رسول الله حر مالك نفتيد نبي اللهم ما لك أسكله مس أبال أنا وأنكو جيستبع شرود ما أنت كهذاش. يدو سيدا تايولي كيف التاريخ لما شيئين أو بكر في مجلس واحد كو أبال شيكتي. أما حتى لقدر يمين النبي أو حتى ري. لكن النبي محمد بولي كيف الشيك جرى عليه الصلاة والسلام. هذا يداس فرد بن نبي كشيكي وحاحي فرد اللبات ومالك أي دعيس مؤاخات ولا لها مسلمين مهاجرين أنصار يا مهاجرين تدحضوا ولا ليني هذا الحديث كده يرى زيد نبي أوفى وحاكو شيري إنه النبي قاسك كب الله تاريخ دير بو النبي قصوا الله أنبيد الرسوشي يا ملائك الرسول وحكر دحي كدب وسو قد بي صحابة دي مركز ورقم يا أبا بكر فقام ثم جثى بين يدي ثم قال إن لك عندي يدا أبو بكر استقبلي موسى استاغ مركه النبي هورتيسو جلبها لو كدغتي النبي هو خوري ان لك عندي يدا ابال باد يقول هي الله يجزيك بها الله يجزيك بها ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وأنت مني بمنزلة القميص من الجسد حديث كاس بزارية غير كباورية وحديث حسنة انت النبي انتم نولابو هوش اسكاها اللي تشري ما لقي تيزي كنت مدى النبي حنوصنا عليه الصلاة والسلام قد يدها تنين حساو ايو كقص مناضي مر صدح هذه مر افراد ايو في اخر حياته خطبة اوجودا بيسي منبر كأولف ولا منبر مسجد رسول الله المنبر المكرم مالك وقدم بيسنا محمدوشي صلقوا أركم مالك وقدم بيسي أي نقد يضع وكهل حديث من عباس في صحيح البخاري واتقرنا يسان نسائي في الكبرى خرج علينا رسول الله في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة نبقى نقصه بحي حنون كودنتي مالك وحنون سناسه ومدحي سقضه بيمرو حنونك درتي كحد أي ماذا حنونك هاي مرة كحد فقعد على المنبر
منبر كوكتل فريس سوبانو فحمد الله واثنى عليه إلهي بكم هاتشي وانا فالله أماني. ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي وماله من أبي بكر رعبنا آدنا ويقع أبا البدن أما يقع الله بنا أبو بكر نبي مجرب في نفسي وماله نفتي سيما مالك سوء فرطي هذا ما مرك أبا يقول أبو بكر يقول مجر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر قضية النبي عليه الصلاة والسلام ابن رجب حفن حجر كل ود وحين وآخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطبة وقد بيسا موسى الأشعري بكشيكي أبو سعيد نووش وحود نبي محمد أرقنه ومنبر كاسارن وخطبين يمركن وقد بيسوي نيجا مركا انو رمنا وحنكشك شيخ انو تاريخ دي سي يو دعوين كي سي وحقبت كي واحد كي ابالك سو قدو واي افضل البشر انا قرن بقدو كروح انا كمشي كر لكن وحون ديك توشين واني دين كشك شيخ ان شاء الله تعالى امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وحيت جري انفق ابو بكر على رسول الله 40,000 هجرتي سكلي النبي هجرون عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه هي انتم النبي الحسكة كبحي افرتم كن الدرهم بكبحي او فضاء يوابك خرج قري اسون عرورتي يا اهل كيس هالشين اوغا تجن مركو هجروني وحو هيو دون وقاضي النبي محمد كو دفاعه والنبي كو قرب استاغو وقاضي اسماء باك شيكين دونت اسماء وحيتي مركو النبي بحي عليه الصلاه والسلام اباه بالله بحي وحي هانتي ولها ودن نو قاتي واجي كبريي اوغي ابو قحافه اوغاد يا ابها يا نبي محمد بين اي بخيت مركاسو نوغو سوكلا اسو ان دبيلو وايي ابو قحافه عثمان بن عامر مركاسو يري ابيين نفتي سادو لا تغي خولينا ميدن كلا تغي وركبو مقلو وحا لا ابو بكر وحو كتغي مجر وحي سو دن مورو دوغتي شريمي زودون واقاتي سجن واتي عرتني ما عدوك قدقا اسماء بنت ابو بكر وين ادو عقل بدن بهاي دقي وايل كمركو يسو غلي وحا ابو خير بان كو سوغن هاي ابون به جرود خول بدن بنوغا تغي وحنا وا لا تغ وحبدنا وا نوغا تغ غرغ مركو سو غلي داقدا سو غلي ميل كو كو ود وا غرغا لا ير ميل با لا دولينيا انا بنانكو ودولين او وخي علابهد لهداهي مهمات كو خريستو لا ميل خسندو واحد ابو بكر لعقته وقشن جري لباشو دغخيان باي اهيد دابي فدو دغخ باي اسكا اهي ايا انت دغخيي رو قرورخ كبخيي كو جوجبن كبخيي وان مره ساراي ان اودي غعنت سو قبتي تير ابو قحافه حدا بالكن غعنت زار ما رغتها خولانو ابن نوغه تغي وا خير بر انت اندو كفلن انت ابو بكر ور لغه هلاهي يعني وحمود يا مشو وحيا لا انو يهاي لعقته ابو بكر يذهب كيف فدو مشو لجرت sidaas uu ku tagay asma waxay jiray hal shilin aabaha nooga ma tagay dhamaan uu qaatay wuxuu deyn lahaa iyo deeq uu la tagay nabigu la raacay laakiin odayga waayeelka indhoolaha ayaan diidanaa inaan ka nixiyo inaan u qalbi dajiyaan rabay waxaan dhagaxa ugu saaray marada in lacagta uga dhigo xadiid xasan axmed iyo geyrkii wariya intaas marka inaan idin dareensiyo baan rabay abu bakar meeshuu nabiga ka joogay calayhi salaatu wasalaam أحد كسيدة النبي وكيد عليه الصلاة والسلام هي ضوء حيوق دوانا يعني إلهي إنا يحكى الشيء أنا عيان أي الدران حق أنه حدونا يعني إنا نسكت دين أهانه بصورة قلبة أحد كن نبي وهل كاكتا أغني هاي يهدون ولا يهدون لمن هي بوكها الله هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأكرم البشر أو يري وان قدوا أبال كسالون بأو قددونا dad baa waxay ugu dhawaanayaan inay asaga duraan ay wax ka sheegan baa loogu dhawaanayaa xaggana waxay doonayaan inay nagu maxabsadaan oo sheegtaa inaan isku diin isku islaannahay oo isku nabinnahay waxaan u gudbay Abu Bakar magaciisa tarjuma tacriifiye yar Abu Bakar magaciisa Cabdullaah ibn Uthman baa leeyahay ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'ad ibn Taym ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib asagii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam wuxuu isku yimaadaan odayga Murrah ibn Ka'b la yiraahdo duqa todobaad ah awooga lixaad bay nabiga isugu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waa nin reer bani tayma
qoys yaro qureysheed buu ka dhashay oo reer Banu Taym la yiraahdo. Magaciisuna asalkiisuna waa Cabdullaahi, aabihiina Cuhmaan ibn Caamir baa la yiraahdaa, isagoo Abubakar buu caan ku yahay. Wuxuu dhashay caamal fiil laba sano iyo barh ka hor, kadib caafan bacda caamil fiil, nabiga laba sano iyo barh ka weynaa. Nabigu caamil fiil buu dhashay, waad garanaysaan sanadkii maroodiga Abraha la jabiyey. Abubakarna laba sano iyo barh kadib, saddex sanana waa la sheegaa. Sifaadkiisa khuluqiga iyo khalqiga waxaa ka mid ahaa, Abubakar wuxuu ahaa aclama annaasi biansaabi quraysh. Quraysh nasabkeeda iyo dhalyaheeda iyo abtirkeeda ninka u yaqaanu ahaa. Nabiguna waa ku tilmaamay, saxaabaduna waa ku ogeen, qurayshna waa kaga warqabtay. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u ganacsada oo fil islaami waljahiliya ganacsan jiray. Waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa atjara qurayshin fil jahiliyata walislaam. Intuu islaamay kadib, tijaare iyo ganacsi buu shaam u aaday, magaalada Busra la yidhaahdo ayuu ku tagay ganacsi. Waana magaalada ugu horreysay waagoo isagu khilaafada qabtay uu furtay ee shaam ugu horreysay uu ka furtay, meeshii uu shaam ku tagay tijaarada xilligu muslimka ahaa. Markuu khaliifka noqday ee shaam uu furanayay, magaalada ugu horreysay uu furtay noqotay. Nin cad buu ahaa oo casiin, midab cad buu ahaa oo aad iyo aad caato u dhuuban, oon hilib lahayn. Dadka wajigoodu soo yar baxsan yahay fool kale ayuu ahaa, indhahooduna ay godka ku jira. Nin aad u hilib yar baa wajigiisu hilib uusan lahayn, ma dheerayn mana gaabnin, nin dhaxaad buu ahaa. Addimihiisu nimaan addimo waaweyn buu ahaa, xagga kale nin aad u qalbi jilicsan oo hib badan buu ahaa. Wuxuu ahaa waayeelkii asxaabtu Muxamed calayhi salaatu wasalaam cinda alhijra, markii la hijroonhayay. Nin ka weyn oo hijrooday ma jiro Abubakar radiyallahu tacaala canhu. Xagga muuqaalka nabigu inuu ka weyn yahay la moodi jiray, nabigaasa ka weynaa, dadaa boobtay muuqaal ahaan asaga waayeel la moodi jiray. Dumar badan buu guursaday oo shan dumara laga sheegay, awlaad badanna alla kama siini, ilaa toddoba ilaa lix caruur ah iyo ilaahay ka siiyey. Gabadhu horreysa uu guursaday haweenay garoob ay ahayd oo Rumaan la odhan jiray, magaceeduna la yidhaahdaa ee Rumaan bintu Caamir la yidhaahdo. Waxay u dhashay Caaishi Cabdiraxmaan, Cabdiraxmaan oo ahaa caruurta Abubakar ninkii u weynaa, curadkiisina ahaa. Gabadha Umu Rumaana garoobnimo ku guursaday nin la odhan jiray Cabdullaahi ibnu Xaarits ibnu Sakhbara ayaa qabi jiray oo markaa furay, iyo inuu ka dhintaa dama xusuustee. Nin Dhufayl la yidhahda u dhashay, Dhufayl saxaabi wey, Caaishu kuhooyo yahay, waa saxaabi Dhufayl, xadiid buu ku leeyahay fi Musnad Axmed. Wadaadka marka Cabdullaahi ibnu Xaarits ibnu Sakhbara ayay wiilka Dhufayl u dhashay, kadib uu ka dhintay. Abubakar baa guursada iyadoo wiilkaa sidata oo garoob ah, Abubakarna Caaisho oo yar iyo Cabdiraxmaan caruurtiisaba u weynaa ayay u dhashay. Cabdiraxmaan waa ninkaad garanaysaan ee ku daahay gaalnimada ee islaamay sanadkii caam al-Xudaybiya. Badar wuxuu ka qayb galay isagoo gaala, isagay aabihiis ka hor yimaadeen, taariikhda waa la socota. Caruurtiisa ninka ugu weynaa buu ahaa. Haweenay kale ayuu guursaday Qutayla bintu Cabdulcuza la yidhaahdo. Gabadhaas iyadu waxaa loo badan yahay inaysan islaamin, waa islaantay, waad garanaysa. Wadaadaa sheega Qutayla bintu Cabdulcuza inay islaantay, laakiin jumhuurtu waxay qabaan inaysan islaamin. Waxay u dhashay Asmaa iyo Cabdullaah. Asmaa bintu Abubakar hooyadeed way, Qutayla iyo Cabdullaahi oo ninkii aad u qiimo badnaa ee ka qayb qaatay hijradii aabihii, wacdaraha dhigay markii uu wax rabaan oo duqu uu ku aamini jiray, nin aad aabihii u shabuha dhaqan ahaan iyo muuqaal ahaanba. Asagu wuxuu islaamay qabla alhijru, islaamay bal aabi waagu islaamay, waa la islaamay isagoo yar. Muwaaqif xasana ayuu leeyahay hijrada rasuulka markaan u maraynu hijrada Abubakar baynu ku gaari doonaa. Afard caruurad hadda haysaan baan filaya, laba dumar ah. Asbaa bintu Cumays ayuu haddana guursaday markuu ka shahiiday Jacf ibn Abi Talib dagaalkii Mu'tad garanaysa. Waxayna u dhashay hal wiil oo Muxamed la odhan jiray, caama xajat alwadaac buuna dhashay Muxamed, waad garanaysa. Gabadha afraad Xabiiba bintu Khaarijat al-Ansaariya la odhan jiray, xilligu waayeelee dambe ayuu guursaday, way islaantay, wa baayacad. Asbaa bintu Cubays al-Khatacmi, waad garanaysaa, hadda waa min al-Muhaajiraat al-Awwal, xabashiya Madiinaba usoo jirato, waa taqaana gabadha iyada. Dumarka uu guursaday ayay Xabiiba ka mid ahayd. Waxayna u dhashay gabadh la odhan jiray Umu Kalthum. Umu Kalthum uurku hadh bay ahayd, Abubakar markuu dhintay kadib bay dhalatay. Wakiila dardaarmay Caaisho uu ku yidhi, intii naasa ay dhexlahaya iyo haweenayda ina khaarijaa ilmahay sidoon u malaynayo inay gabar tahay.
دخل قبديت بوسي اسو دمنين كدبنا وكور سيدي بي نوقت غبر بي غبر دوش ام كلثوم با لو بخيي هاويني شنات باجرتو ام بكر الاورنجرو وقبيله ريبني كلب كدلاتاي وحونا فوري قبل الهجره فلما هاجر عفوا فلما هاجر طلقها كما في صحيح البخاري وقرنيس شنطة ضمرك أيو قرصد أولاد يسونا وأمزة تضوى مسوى اللح لحوي أم الرومان والله بعر رؤودة شيء إيو قتيل والله بعودة شيء يا أسماء بنت عميس وويل محمد لا عودة شيء إيو حبيبة بنت خارجة أو جواد أم كلثوم وركار كذا شيء والد كياسك به مقعي ساد وعان كويا كويا وعان كويا أبو قحافة لي أما مقعي سوى عثمان بن عامر أبو قحافة سنة كتو سقال سيدة هجرة وعام الفتح بو إسلامي أسوغو وايلة وإن ربي لي نبي محمد بو ربي علق لي كدب وان نولا انتو صوبانه النولا بو النولا خلافة أبو بكر بو النولا خلافة سيدنا عمر بو دنتا أسوغو سقاشر يو سيدة سنة جرة أما سقاشر يتضبو وحي الله الشيء غيبا سادة كافر يتمنى دي هجرة أيو غير يودي ويل كي سنة سقاشر دحالي وحون نغضا مركا سقا وضيق وغوه ريسو دوس دحال قاتور نغضا ويلش عروتا وبكرة تاقيب كما ذاك قاتة قاب كوكو إسلامي وحاكشكي سيدنا أبو بكر باكشكي عمر باكشكي ابن عمر باكشكي جاب ابن عبد الله بالغورية حديث أسماء بأسونا جراء ذو بدن أسماء ورنيسا إنه كدينه أو قد كور رميسي يا بهيد با مركو النبي صوت الفريستي تري مكة دولانكي لصوم مقيق مكة لدول كياني يا أوغي وحوي يجري أبو إكحيو بورتاس جبل قبيس اللي داد إساء عفوا قبل يسوء يريد قبل يسوء يريد وقبله دلو يريد أدوق أبو قحافة أسماء ما هي أسماء حديث كورنيس لك قبل الله الله وقبل يرو أصغر بناتيها يوحيل حادث سارتا بورتو جبل أبو قبيس سار قوي قبان ساريتري قبل وحور بايون عيدا كقياس انت لدني هاي ما كقاب كله وير وادي وايل عرب انت سودح سو يدو تشوك تشري مركز يدو يتر محضركتا وحارك وحمدو هيل مدوبا ام موقدا حلو وحاس وافرتي وفود اسجليي بل انه سجنه وحير كد بان يدو محضركتا مدو وقي في سماء يدو واكل يا عي وافرتي ولا كلا دري ان عرسي بريدج بورتي قدج ما حد كلو دركتا حيث وحان أركان نين نحص حصودا وحقي حق ورد هاي نين كوان نين عيدا كلا دلب هاي أمر كبحين وأبندوليه ماشي نقدر قاتش وانصوع الرئي تري أنت أن جورج بجارين يا فردين نام محمد عيدا كما قال الصوت قالي نجهر يمادين قبل دي يريد وديك وايل كا وديه قامين يسامح هاي شيء كولا يقبتو في ضاع هيدا قر حسين أما ذهب بعيد يعني عيدا كم إذا كذا فوق قوستي دي بدمان وكوش ولا واي انت سواد اوكتين المهم مركي نبي مكفر وفرطي عليه الصلاه والسلام لو كل بحي النبي مساجد كدح فريستي يا ابو بكر ابيه وسوك حي سو هغي نبي وك كون نبي كور فيري و خول مخاد اودو سو لغويسو او اودو وايله او عدالاي بوش غير كو عاد يحي مدخو عاد يحي كان ثقام حديث ود غرنيس اد مود بوهوت عدينكيس نبي وخول مخاد اودو سو لغويسا انا او تغي لهاي أو بكر وحنا النبي الله أصقع مدن أديق مدن اللجوي ما دين ما هذا وين هذا تكتو نبي وحور أصقع إن أنا تجاي أهيد ويل كيسا عن يقوله ما بيقوله هو كاره لا يا عنتي أبو بكر حور عن ويل كيس يقوله يقولين باشرتو إن أنا نقول تجاي أهيد كده النبي قال أبن دقي دين الإسلام قديق هو إسلامي فحسن إسلامه قاب كاسا يمرك كو إسلامي مركو أبو بكر أبي أبو قحافة نبي قعنت قلي أبي عاد قلي أو إسلامي أبو بكر وأوي قبل نبض ما ها إسك كان كان وح لورد شوي وح إله يكسيه هباء أوي وناقي النحر كي مرحه وناقص وح ربي سبحانه وتعالى كوجود يقه أبو بكر وأوي نبي محمد بن محمد وأوي إيسح نبي الله وحن ما أنت كش إعلان لها قعنت قعنت سوت تي إسلام تي كفر حضي إن قعنت أبو طالب أي نقول لهي نشأ أبهي ما أنت كإسلام أت كفر حضي
وحن كجعلان لها ابو طالب مالك ادبر يسي اذا شهاده لهي تو كايلو انو اسلامه اما ما انت من تو سو غارو اد اشادو كدوكسه اسلام ابو طالب حو كجعل يهي نبي يقول اوكي سو اوغو فرحي لها ابو طالب اسلام كيس نبي قال فرحتي فرحتي ساسك فرحدوها ونبي هجرون ايوا سيد عانا نبي اصول لسي مركز عانه نبي بين ترى اوبر حي ونكقب وشيب ونبي وقرقري نبي محمد باع حبيب حتى رضيت الى ان وقنعي انا بندرقي با روح اد وشعش هاي بيه قرقرني وحد مودي سادوغو إن القرقرون ليس ديبك جارة واحد مودي سأذو إنه كجارة فرحي دي سيوح أصدق فرح قلنا يا ديو كفرح قلنا يا واحد دبا كل دبا ومرك كالجعل كو يوم محبض أي رب كاتايو أو بكر هير كاسو جارة فلما مد يده يبايعه بكى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك احب الي من ان يكون. حافن حجر وحوري حديث كادم به سند كيسو اصابه وكشيغه. واما قول ابي بكر فمراد لان كنت لانا كنت اشد فرحا باسلام ابي طالب مني باسلام ابي لو اسلم. معنى وحاول يبلو حان ادي هذا وغفر حلاها ان ابو طالب انتو اسلام ايشهد ما انت النبي قال له كدوك ستو فرحت كبر انت عن كفر حي اباه اسلام كذا ابو قحاف ابو قحاف قاب كاسو اسلامي روايه كلو حديث كولي هاي طريق كلو كتمد ومن حديث ابن عمر ايضا وحا كتمد انه نبي قوغا مراتك عاي لانا كنت اشد فرحا باسلام ابي طالب لو كان اسلم مني بأبي ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله فقال صدقت نبي قال ورنت وانوغا إن ما أنت سيدا كبدنا فرح لهي وانو وحن كفر حي وحل بعد كشع وكوغا أبو بكر ما هو وحن كشك شيء أبو بكر وحن بكا أو فضيلة أيد هذا الصوم مرتين أبو بكر لم ودا أبو العشر المبشرون بالجنة طبان كوضبا نين والدكين نبي محمد هرتي سكو إسلام مجرى زاكا هاي هذا من مناقبه عمر إلى سحابي طبنية سقالات نين والدكين نبي محمد هرتي سكو إسلام وبيعلق علي مجرى إلا أبا بكر وهذا من فضل الله عليه وعلى المسلمين انت وحادير وأوشيغ أبو منعيم في كتاب فضائل الخلفاء الراشدين كذلك ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة والجماعة وكذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات أسوق قابك الأوشيغ وحيشيغ أفر روح إسد الشيء أوض إسلامي نبي محمد بن يعلق على إسلام أوغيمت أون رياب بكرين لما هي في الأولين والآخرين لا العشر المبشرين ولا غيرهم لما هي أبو قحافة إن مرين إنه سو إسلامي هو يلك رير كأه ويلك ساو بكرنا وأفضل الأمة بعد النبي على الإطلاق وحاكلوا إسلامي ويلك سا عبد الرحمن هذا أدمق ليسي عبد الرحمن ويلو دلي وعتيق ليدا هذا محمد ليسنو إسلام فمغور مغول أفر إصدشوي أفرس ذا شيء لبا أبوه يويلي أبي عبد الرحمن يويل ودلي يا أبو بكر يا أبو بكر أبي أفرتا دنكا ودنكا نصبك دنكا كالا هدي لآدو وقابك سونو ودقايا أبو قحافة ويلك يويلك سو أبو بكر يقبضي سو أسماء بنت أبي بكر يويلك دو عبد الله بن زبير نواز الإسلامين أي سو قاري أفرط من نبي محمد بيبع الله قال نواز الإسلامين عبد الله بن زبير يا دلي أسماء بنت أبي بكر أسماء أبي نواز أبو بكر أبو بكر أبيه أبو قحافة
labada dhinacba wax la wadaaga ma jiro. waxyaabuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala u maraaqibta khaaska uga dhigay. ninka la yidhaahdo ibnu shaahin wuxuu leeyahay wakadalika tafarrada bihadihi alfadiilati abu bakr asidiiq lam yushaariku fiha axad ولا يعلم أن أحد من العشرة المبشرين بالجنة أسلم أبوه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد رسول الله غير أبي قحافة ولا في أصحاب رسول الله من الأولين ولا من الآخرين أربعة آباؤهم وأبناؤهم شهدوا رسول الله وآمنوا به إلا أبو بكر وولده فإن أباه أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد رسول الله واسمه عثمان بن عامر وابنه أبو بكر واسمه عبد الله بن عثمان ويقال عتيق وابنه عبد الرحمن أبو بكر وابنه أبو عتيق ابن عبد الرحمن واسمه محمد أربعة كلهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكو هذا الكدراء ابن شاهين أبو نعيم صوح له ولا نعلم أن أحد من العشرة المبشرين بالجنة أسلم أبوه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي قحافة وليس في الصحابة أحد لا من الأولين ولا من الآخرين أربعة من صلب واحد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه وشهدوا له إلا أبا بكر فإن أبا قحافة أباه أسلم على يد رسول الله هو عثمان بن عامر وابنه الصديق أبو بكر وابن أبي بكر عبد الرحمن أبي بكر وابن عبد الرحمن عتيق ابن عبد واسمه محمد أربعة كلهم صحبوا الرسول مؤمنين به مؤمنين بالله وبرسوله هذا الكو حرمي هذا ابن شاهين هو ذلك وحقوق تعديلين وياه نو أصور كيس وحوليه وقال العلماء لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحب رسول الله إلا آل أبي بكر الصديق وهم عبد الله بن أسماء عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر يعني عبد الله أسماء يد شو عبد الله بن زور بوجهه ده ابن قعف هؤلاء الأربعة إلا آل أبي بكر الصديق وهم عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر الصديق فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون كذب أبو بكر وحوشة وضيقك له يا أبو قحافة فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون رضي الله تعالى عنه أبو بكر مركا ضنكا ولا ركتين إلهي فرع عيسي يا والد كي بسيطة أقوب بركي هو يدي باكو صورنا هو يدي أيضا مسلمات بيهاي أبو بكر هو يدي وإسلامتي سلمى بالورنجر أبو بكر هو يدي أم الخير بنت صخر ابن مالك ابن عامر ابن عمرو أيدي أبو قحافة وما المادر أما أبو قحافة أدر وقعد على اختلاف أهل النصب أسلمت وهاجرت وإسلامت وين هجروتي أبو بكر مرك أبيهنا ومسلم هو يدينا ومسلم وحي إلهي كفر عرنا ومسلمين دنويلي دنكب دبا من قابك وبركة يسنبوها نبي محمد هذه يقول أبالك يسوه لقواي القاب تيسي مقعياء إلهي كشرفي أو كعام بحيبا يتشري دور مقعبين الله مقعبين كوكاب سنين معيسى وحاكم إذا العتيق بأبو بكر لورنجري لقبك نانايس تيسى العتيق العتيق وفعيله بمعنى مفعلا يلمعتق من النار كي نار تلقو حريهي حديث عائشة أن تصيّ النبي محمد بن مقع أبحيي أن أبا بكر الصديق دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار راه الترمذي فيومئذ سمي عتيقا فيومئذ سمي عتيقا ترمذي وحديث صوصة صدح كن لحبة قلت ضباطن يستقال شاهد بولي من حديث ابن زبير عبد الله عند ابن حبان غير كودباء وأصور أورانية كان اسم أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان فقال له النبي أنت عتيق الله من النار فسمي عتيقا مالك أو حكدم بي عتيق بالورنجري وأحد كنار تلقو حريي جنا لقو بشاري نار إني سنتابة إن أجمل إني بقى لا شيء لا بد أحد يمر كلا إسكال ميستان حسن بين قونا أبو حاتم إنك استوى عليه لكن ضياء المقدسي غير كي واديدين مقع كلي عانك وكويهاي وخسيسة لا يوجد في الإسلام إلا يعتيق ليجاد وأصاك أي العتيق من النار ومن قبا يفضيل أصاك قنوة فضاي شدة ثم رئيسين بيكم التاي مقع عيها وعانك كويهاي إن نيس الصديق باكمده الصديق رمبغاني
إيمان بدن الله رمين بدن وي نبي محمد بن ربحي عليه الصلاة والسلام الصديق بلاش نكون ربحنا دوحوي عمل صالح وليمد يا وحق الله وقيستي واحترم الإسلام وقلي أيوة مقع كهلي حديثك أنا سيد قرنسا في الصحيح ما نبو النبي قبورته يحد بو كري السقا إيا أبو بكر إيا عمر إيا عثمان مركاسي بورتي قل قلتي أحد أهيد إيا وين القوة قل قشي نبي وكيله أثبت أحد أحد حسل ونقو هرق رقاق فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وحضوش هذا كتاق النبي يا صديق صديق وشهيد وكسر رياه يا لبى شهيد وسيدنا عمر عثمان ودكتور قعنك حق درن بعد الشيء صدح كون لحبه وتضباط نشام بخاري حديث كسر ساره وحلو قب حي صديق ما حيتها نادم حدا كم قعدنا محلو قب حي علوم حيس كوافقين خيرك ايو دق دق جري وحشي والبور رمين اباهم الا رميون لا امن اباهم بو امن جري اسوغن ترددين او شكيين أسوغن هشكدينين جوكسنين أن تلقوا كؤمنين بو حق قادن جري إلا ابن قيم ويري إلهي هطو دونو بإيمان كذا ضروري بكردق إياه شيء علوس أدلية بحثي بارد أباهن لطيف ربك كسيني شيء والبو آدمه مرك الله شيء ومحوذ وكوين هذا والنبي محمد قصها بسن سيد نبي ربو أبو بكر أولاق جراسه وانا آمين جري نبي محمد بن مركز صديق بحيي حديثك عائشة قطصها هي هبينك النبي قال لدي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس لقيي ومست الأقصى وصور كنبي وهدنا إسلا هبينك بما كان لقصو عليي وكي واقب بريبا نبي وركو أوشيقي أبو جهل يقال ورنا يدهين وركا أصقع انت قريش دقيد دكوية رهيو محمد مهين كرتا وسام بوشي كرتا حوار كان جانس كلي مانت هلا انو يهي ور كان نبي انو قوات كيستو وشيو سي لو كلا ياعو لانه وحل الرومين كرما وعقل قادن كرما هاي ربيني نقطة سيدي شاهي ايران قبس الشعب كوكاي يعي هابو روان كل علينا واحد كي دغيد قرشيد بالله يري سيدي بالنبي ويقول علي أبو بكر با مكان لو تقول أبو بكر إن بضم بان محمد كهر كاويني ما أنت وحده ما مقش هي محسمي وحوليها هي حلي بانو شيف الله يدي المي الله يقاضي بيت المقدس وبلا نسع انت الريبا اللي جاي وان كسو تكذي ما لا كفك با من سي هذه وان صون نقضي حلينا مكان بريك كبائت وانا بريك مكان شوكا وركا كورن بالي وركا سادي سمارة نكونوا يهي نين وارن او ساحر او نبي اين او وخي سخبا كيرين الا ور بينو شيغا هيا او دحي كيرين او غير معقول حرم ما هبطا انو سدا يدها وارمنا او رنتي بو ما هبطان نبي ما سو غادو ما سام يدي بو ها ميدين كا هو بها وارنتي بو وا سدا يدا موالن تاي با ليل وها وخ كا وين بنتو اي شيغا بان رميستاي بو هذا اي شيغيسا الله قاد لفيسي بيت المقدس بقى لك جاي كسوة كسوة نقضي محاكو تريود دول انبودة نبي السعودية ودا صبك عاي خبر السماء وحي من الرب بس يقول ليلة النهار نبي إيه كنا عن رميا بور إلهي بقى سوى تبيا ور وان رميا آيات القرآن سوى تبيا وان رميا خبر السماء وغدوة وروحة إيه كان وانا آمن تنمح حكو تربور أيضا وانا لقنا وارنتي رمي بنا مسك قدر يا رميش الله وكال بحي حديث كاسو مقد قصدا أيضا ومقع ماشو كرع وبكر كرع إني لو صدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق ما نكاس الله قم عابه يعني قلبي سوى قلب إلهي أن قل لي حق إنه قاتل حق إلهي أتش علي سي شك أنجلين رجوا وينه أصحاب صاحب بدي ما نك حقو ير استاجن أصقم مايا أعلم الناس برسول الله بعال إطلاق نعم حد إشارات كيس إيه في رمدي سوح ما جينا كجرنتري
صدرتيد با صديق لو يري حديث كأحمد يا حاكم يا بيهقي بوريا وأنا حديث صحيح نوحولي وأجمعت الأمة على تسمية صديقة ومضى مسلمين توحيكو إجماع علي قالوا ذو كسارة يا تكو إسلام كشكدة قالوا كم حبسا إسلام كم حبسا وكسارة يا ساك الله الله أبو بكر لا كرواي وأجمعت الأمة على تسميته صديقة مقع عمرك الصديق واجد باسا كحق بتي مقع عتيقها عتيق الله من النار وحاقريي وكسيد عليه الصديق إلى النبي مرّك قارك أورنجر الصحابة مرّك أو بكر سقبتان ما لك ولي الصديق أذي الصديق محاسك كين قالي محاك وجيء أو بكر محاك كاتضنت قصدي وحن سوق ضي الناس يدنا عمر وننك وجسوا حجيها وحكود عدونا أو بكر الصديق طبيعي أهان وأن تلمام دوننا يوحوها نندو القاب دون الصبر بذنبوها لكن حقوق برف بولها برف بولها يربود لها مرها الضوط دي ضو يأكل لها وصراد جري لكن مركو كل هذا الصراد أدو عروض دربو بصون نقن جري أدبوها روح أصول الله بطو خالك سقرتوها ودو القاب بنا لكن مركو دي ضو وكل لها هذو كل الله أنا دربوا سول الله بنشري أنت سول الله وبقول لو يقان ثورة الليلة أمي حدة الليلة ذا حدة الليلة تذكر نو حس كجر وائل وحروش لكن حو يرد ربك بود هاي وبرفقه به ثم لو وي يقان هبل بود ليها الليلة ذا أبو بكر أبو الدرداء بكو عمير بن عامر بكو رمحورا وحان لفردي كنت جالس عند رسول نبي محمد بن فردي لفردي يبوري مركز وحاصوب بحي أو بكر الحاتن هيو مرض طفته استلوجس ومغض وعرضي أدبو عريزية وهي المرفيت اللوجس ومغض وسوانين أدبو عريزية زوما نبي محمد بافيري وصاحبك وقرنية نبي قال إيه قال أما صاحبكم فقد غامر أبو بكر صاحبكين ضد بصوغ ليبر وقرنية سوق قرد رقم كيس ما هين وقرنية أبو بكر فيت اللوجس ومغض إنا إمال حكم رئيس النبي وقرت عليه الصلاة والسلام حول أما صاحبكم فقد غامر أي خاصمة دود أضاق مكاد قشي وليبا لقاحنا جيها يا غامر هذا الليل هذا وصوله وذي مجلس النبي وينا وبكر النبي والسلام عليه الصلاة والسلام سلام تبا النبي وكقاضي النبي ومركو الدعوذي حول يا رسول الله أني وعمر بان ما أنت وحسكو قبني أنه بقيع جوكنا سوق بقيع وان مرني مرن كمان نقدر ديراضي وان عروضي إري عمر دبصي بان كوري إري عمرك يجسوا بودي بان رواه وان خلدم يعفي أما إري عن كل هاي مثل ما يدعوه يقع أرجوسه نبي الله بك عمر إنه يعفينا وادي ذي إنه يقع أرجوسنا وادي ذي سوق بقيع إلى جرجي سبان دبس عدي جرجي سبان أقول تجي الباب كي يقصو حدي الباب كي يقوق التاريب عمر صاصو يقله عمر واخل دمي أبو بكر هب هب الله بهوش لكن نوايله ولا الكا وإلى السوق عمر نفسه وكله مو كله ذا قريسة لكن عمر مر والبودا يدم بدافد بكش وحور مر والبا أبو بكر إذا يعفي اللهم اغفر لأبو بكر من هوس كله أبو إن درزير مرة بالنبي الله هوس طبعا قال اللهم اغفر لأ إلهك عفيو عفس بعدك تاعي أبو بكر وحور رواينه مقله أو عفيس قودجي سكون مقل أبو بكر واس كفر يستين النبي هنا وآمس عمر باصوب حي عمر مركو أبو بكر كلا بتي ويلا فول حماته وش ورالك وأنت كنت بس عدي وجر جادي يمد ويعفي كلها محاك ودعي وبحي جر أبو بكر بو آدي وعلى أبو بكر متشوق أوي حق مسادك آدي وصور هاد قادم مسادك ويقول النبي محمد والله فرديا بو يمد نبي هرتي سو فريستي نبي كجيسا عمر ولا كسي جيست حق النبي جيستي وفريستي حق اللوغة جيستي بان كاسو فريستي ولا كسو جيستي عمر ودر النبي الله وحوري وحد يجي جيست ما انت وجهك ايسين لا اضاي وربا كسو قاري محا كسو قاري محا ندبي وقالي سو هذا متيد بورا وبكرنينك ويري عفي عفين واي سي وجهك وجهك واركايا
حنبي الله أبو بكر أسقى أمر كرئ ما جاي هذوكم ما جاي وإري بن آدم ويكسر بيعفي كوري أنت كنت بزع أضم هذا يتقلب قاض ولا عنانتي وغضب رسول الله حديث يا بدر دا نبي قاعد عروض الشلي كان نقطة صوبنا أبو بكر بمرك كيا ممكن نبي قاعد عروض عمر هبار كله عو هباره أبو بكر بعيسى نبي الله أنا جا كجر درا نبي الله ساد مودي سماها عمر خالد مجلن أنا ظلمي أنا أحكو حد قد بنبي الله وحكب بقي أبو درداء شيقية حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول إلى عمر ما يكره حكب بقي أبو بكر إن عمر وسوق قالوا ونبي محمد أي كسب مرتن أولي وكي ما دهبار نقول نبي هبار هذا ورق ملقي باقالي مركو أرك نبي عريسين يا هذا الكلام أنفعي واي يجيب بها لك الدكتا أبو بكر نبي هو رستاقي نبي الله يقول أنا خلدمي يا رسول الله والله أنا كنت أظلم نبي الله وأنا كظلم بدنا أنا كحد قدبي عفي مركاس الله اللي رقي ماشي فدي لقيت حديثك أزقى حديثك صحيحة أيها الناس دضو كل عمر يحرم بعضوش الله سكا قفت أيها الناس إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ثلاث مرات صدح جربنا بكو عليه قال أبو الدرداء فما أوذي بعدها ما لك كذب صحابة أبو بكر إبوا اللواهي هم ضلوا سوشيغ هيا نقول ما يقان كولي يا ميش جوين لأقاده أبو بكر معصومة وابن آدم وخلدم كراه لكن مسلم كخلط كقرطمين لغات كيا نبو حور دادو إلهي با إصود دري أنا والرسول عن إذين إمد مركاسا وحيدة بين باد شيغيسا ودي بيني سن كلجي والنبي قد عوذ بالله وقال الله إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت بين باد شيغتا إجرادي وقال أبو بكر هي صدقت أبو بكر مركو رسن وركو وشيغي رم باد شيغتا لماذا أبو بكر النبي هو يقاني قبل الإسلام هو يقاني رقن كيسة أما أنا ديسة صدق كيسة قبن مديسة رنت وحول بو وناقة وبشر كرام وكهر نبي كؤغا أحد كنو عاسها سيو شيغان يا نبوة الرسالة عقل قد وين وشقي مسكحضا وين شقيسة للدوني أبو بكر مركو رسو صدقت إجيلي نبي حكود رواساني بنفسي ومالي نفتي سي مال كي سي بي وغر غارو الى غرب استاغي وواساني من المواسات سي غوبن نيماله اون شيغا شلاهين اون من لهين كون سومالييدو كوب كشاي كو شوبان شيغان اي مانكس و الى حمر الى مقدشو كدبه تاغن ما باش هدا كور 91 كادو زكران مانن قمدي كسي كوله مع القمدي كشيغي حق بدن بلغو كوله اي ان ولي وواساني بنفسي وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي وصاحبك ما يديني سمسمية صحابي أبو بكر بنان كما يغمى رئيسان صدح جربك علي أبو الدرداء وحوري ما لنك كذب ومن أيام الله أبو بكر نندي بوال واي في آخر حياتي رسول الله قد يضع يضع في آخر حياة رسول الله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي حافظ حجر شرح دير وحديثك وكب حين يوانس كجتري وحنكون جب جبين يا مال بضم بض وافرضونا يساني مع السجع قصدي دعمرتي ربيع بن كعب الأسلمي ما لك ولا صديق مع النبي مع معترفة أو عامة أو لقي مع عيسى أبو بكر لقي أو عتيق لقي أو عبد الله لقي بالنقضي وأنا ما قاعد القرآن كم بدن شيعي صديقين القرآن كم بدن بتكون مقشى ربيع بن كعب الأسلمي صحابي قيام بدن روحه رهيب بن أسلم صحابي بريد حسام الأسلمي يسكو قيس كان رهيب بن أسلم نبي قو أخذ ميو أدي جوه وكي قصيص والله سان نبي قو جوريي رارو بالسي كاليي ميركو سمييي وحبان وقبت واجد دم بق
يا نبي قصو قبده وبيشو هدنولش سمال وقعده بير وين بسيور بير تاسي أبورو تمر كو أبورو وكوكاس جيدا كو طلالو شقيسو دول كدول كدو وكسو هدنا يا نبي قابو بكر نبير كسي نبي قابو بكر وودد علي وحبضن بوقبت لكن كما فلن أبال كوتري لأنه محايا لا يوحي الله سيو إضافي بورنتي عدبا إغام مضاني عدبا إغام مضان مو قلان شرين هل كابير بالشيخ نبي أبو بكر كقاطي في التاريخ هل كابير لو كاكلي ويحكوا له كدين بيرتي والله أبو رجل تميرت بضم باكب بحي أما تمير بابكوسي تالي هل جيدو كمدا أبو بكر يا ربيعة اسكو قبصتي ربيعة وحور جيد كاني سودين تيدو كتير أي حد كي أبو بكر نوحور ما أنا اسكو قيت النبي قيب جيد كوي الله من ذا جيد تمر مرب بضم بحبا الله جيابا ويشو قبنايس فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا هي في حدي وقال أبو بكر هي في حدي أبو بكر نوائدين شيء محولها بودو برف يربولها ما كلا مرمي وعرض وقريب كويري ولكن ربيع وقريب كويري فكان بيننا كلام فقال أبو بكر كلمة كرهتها أبو ربيع هذا المرم بان الأحمري أريق بان إصلاف سني وير أن بصدي أبو بكر يريبون ويرد أيضا هيد وندم أبو بكر عليها صحابي قال شيء أصيب هذا الشيء ربيع عليه أريق مركو كسو بدأ أفكيزي بكقومي وكحنون صدي فقال يا ربيع أردد علي مثلها حتى تكون قصاصا حولي ربيعو ويرد أن كرد هاي أدوغن اللغيري إده يقصو علي هذا يكر أهيد أنا كر إده مثلا سي قصاص النقطه مركز سعيد ما يقوله ما هي سيف عمو يالي نبي قال دي دون هدين أبو بكر إيري حنا هدين أذوق مركز سورة أبو بكر إيري قال واضي دي أما هو اللي نبي قال كاقد دعوني إيري قال أما واضي دي بور أما صبنا كاقد دعون فقال والله لا تفعلن أو لا أستعدين عليك رسول الله أما نبي كان كذا دعوون أم أرجوسن بود ما يعني كأرجوسن ماي فقلت لا أفعل الدعوة أم هاي دعوة لكن أمر نبا إرجعك كوك علم هاي أبو بكر با استجيب وبرت بقطع بهاي كبير سبقات واقت تجبرت نبي محمد بسؤال نبي هو إيمد ما كوب بنقاقي يا يعني عرب أنتم نبي أم قارن كذا بات وأن كذا صوت بنقاقي بود صوت بقلي أنا أتبصع على أبو بكر نيجف وجهي، يطول كي ريبني أسلم وركم مقلي بقيد، وكان سبحانه أبو بكر محصلا ولايا، أنتو كعاي، يهذين لا كل النبي كان كود دعوين يا، حاله ورماه زانه، أبو بكر متقانا ريبني أسلم واد كبير سن ديني نقض بوري يعني نارك، أبو بكر ضوي ناركه، إذا كوي دلتة وحوق قادن كرا، إن أديه اللي نيسان، وأنا كحمان كرا وش أيضاه. كل جيبة أو بكر لحاجون نبي يقول تجي نين ريب بني أسلم مار كرور باشو هي الله ضي نقطه فراه يكبحي ومعاجر اللي أو بكر دعاء النبي عارون نبي قد دعاء دنا الله عارون أنا وايد ما طيب ريب بني أسلم وحبي يتري ما هي شوكة تقبل ما حصل منه قري نكون نقدور قري بيكون لابته وان صوت دبق عليه بره أو بكر نبي محمد بوي نبي بوه رامي فأخبره الحديث كما كان صاوا مرتك عاي وحين نحمر السيدي سيب النبي وأبو الشيخ هل عرف كم صدي من سماليا قاركم مركي ربيني كاد عودان إنه ويفضري ها إنه ويكجوين هيا حاجة إن لقدر إن اللي جوينا ولي ما حصل اللي سنتو يدي سن سنجب سمالي حاجة وحوا أما وحبي قدران أما وحبي كجوين هيا حاجة ده مرة ما تمنا حل سنتو أبو بكر لكن سيدة يذهب النبي وأبو الشيخ مركو لها الله يربنا أسلم ربيع وحول أتدرون من هذا هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هذا ذو شيبة المسلمين حنين كان أبو بكر الصديق كو وأنك نبي قال لبي في غار حاء محوها في الغار وويلك مسلمين ته إياكم
أن يلتفت فيراكم تنصروني فيغضب، فيأتي رسول الله فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك، فيهلك الربيعة. ارجعوا هل كاسوا لما رساسوا أبو شيء. المهم مركو أبو بكر سيدي قصده أبو شيء ربيعة اللوير وحالي يا ربيعة ما لك ولي صديق ما تقرد رانتا هاي ألعف إذا ما بقى هورتا محاكو جي أبو بكر سيدي محاكا أقدونت عمر محلقو سيدي. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أيها الناس إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسي وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صدح جرب النبي يقول علي هذا محلوي الربيعة ما لك ولي صديق. هذه أبو بكر سبحانه اسكوكين جيي نين كافض بدن أوايل وأذير كاعة مركا اللان تميرا كولومبر ميسو محاضة هذا دوك محاكو قدع الربيعو سواني يشاليكو كالميها يما يقول كذا لسعي قرمات صاحبك يقع عن رافت انت ينا ارافن صحابك لو ايه انت ينا ارافن رسولك إلهي وحوري نبي الله وحاري صديق مانا ماغين أسقى ويرحن يقول يلي فقال لي ارددها علي اردد علي مثلها إقا أرقوسو يجري أنه أنت ذي كدبنا وحيو نبي محبا كو قد عوينا وانسوضة بكاية نبي الله وإنت أبو الوحى النور لحية أو بكر مفنانين اسكو مانا تاكرو. قال أجل فلا ترد عليه سيف عن بادي الشيء قبل نموي هاو جواب نوا يلا سوى هاتي مرض وكرد عضوه أما رور أفلو لطأو يشو أو بنا أدن ويو معصومي وحكسو بوده هاو جواب كفور رسو سكاكتك هذا سهين ويدانا كل أنا وحدة تلك كله ما يرده حيوب والغير نفسا موقتا كل إساد إلى هذا الشيء أنا كولها اللي ما يرده سكاكتك. ولكن قل وحاتر هذا غفر الله لك يا أبا بكر ويدح ميدي أسوك يري يقول علي إذا قوسوا هكو قوسن وحاتر هذا غفر الله غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر أنت النبي وشيخ الصحابي الربيع أنا يري. فولى أبو بكر وهو يبكي أبو بكر وهو علمي نقل بتشعسن وخلد كسقرته وهدوك فصور نقضة وأمد أهل أيو أهل أبو بكر حديثك أحمد باصو ساري طالسي غيرك هذا الكلام ما أنت سوكي هاي فردك حقا وقلبك أربعة إن شاء الله تعالى. وأدمات سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.